السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر الحبيبة. معاكم مستر عبد الرؤوف حمدي من القاهرة، وبيشرفني طبعا الأستاذ أيمن هلول من بورسعيد. بنبدأ مع بعض النهاردة تأثير كومبتون أو ظاهرة كومبتون. كلنا عارفين إن إحنا لو لعبنا بلياردو بيبقى في عندي كرة ساكنة وكرة متحركة، لما أنا بخبطها بالستيك بتاعتي أو بالعصاية بتبدأ تجري هذه الكرة تصطدم بالكرة الساكنة، فبيحصل ما بين الاتنين انتقال للطاقة. لو اعتبرنا ان مفيش فقد في الطاقة، يعني التصادم اللي حصل ما بين الكرتين بنطلق عليه اسم التصادم المرن، يعني بمعنى اصح كمية الطاقة او الطاقة اللي هتفقدها الكرة المتحركة عشان تديها للكرة الساكنة هتساوي مجموعهم، هيساوي مجموعهم بعد التصادم، يعني مجموعهم قبل التصادم هيساوي مجموع الطاقتين بعد التصادم. يعني وكأن الكرة الساكنة اكتسبت جزء من الطاقة بتاعت الكرة المتحركة فبدأت تتحرك في اتجاه معين، والكرة اللي كانت متحركة بدأت سرعتها تقل أو الطاقة اللي فقدتها بدأت تقل، وبالتالي أصبح مجموع الطاقتين قبل التصادم بيساوي مجموع الطاقتين بعد التصادم. وده يعتبر إلى حد ما قانون كلنا تقريبا عارفينه، اللي هو يعتبر قانون بقاء الطاقة. فأنت بتتكلم هنا على جسيمات كرتين واضحين قدامك، لكن النهارده لما نقول زي ما العالم كومبتون قال لنا، لما يسقط فوتون من أشعة إكس أو أشعة جاما، طب الفوتون ده عبارة عن كم من الطاقة، لكن إحنا هنخليه يصطدم بإلكترون حر، إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ الفوتون تردده يقل ويغير اتجاهه، ولكن سرعة الإلكترون هتزداد ويغير اتجاهه. يبقى المقصود ان احنا لما طبقنا الكلام اللي احنا قلناه على كرتين البلياردو بدأنا نطبقه على، او نتخيل ان هو تم تطبيقه زي ما كومبتون قال على الالكترون والفوتون، بيقول لما يجي فوتون من اشعة اكس او اشعة جاما يصطدم بالكترون حر، لاحظ او بدأ يلاحظ ان الفوتون بدأت طاقته تقل ويغير اتجاهه، ولكن سرعة الإلكترون زادت وغير اتجاهه أيضا. يبقى معنى كده إن ممكن أطبق عليهم قانون بقاء الطاقة، لأن أنا ما أقدرش أطبق الكلام ده إلا على الأجسام. طب أنت عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل إن الفوتون اللي هو كم من الطاقة، أنا ممكن النهاردة بالظاهرة دي أو بالتأثير ده أسمي الفوتون، أو أقدر أقول إن الفوتون له كتلة. يعني بمعنى أصح أنت طبقت عليه قانون بقاء الطاقة، وده ما بيتطبقش غير على الأجسام. يبقى معنى كلامك إن الفوتون هيعتبر وكأنه كجسيم. عشان كده بيقول لي لماذا تثبت ظاهرة كومبتون الخاصية الجسيمية للضوء، لأنه لا يمكن تفسيرها إلا إذا فرضنا أن الضوء يتكون من فوتونات لها كتلة وكمية تحرك أثناء حركتها، وطبعا دي تعتبر خصائص جسيمية. يبقى إذن الفوتون الذي يصطدم بالإلكترون تصادم مرن بيتحقق في قانون بقاء كمية التحرك، اللي هو مجموع كميتات التحرك للفوتون والإلكترون قبل التصادم بيساوي مجموعهم بعد التصادم. طب إيه كمية التحرك دي؟ لو إحنا هنفتكر مع بعض من سنة أولى هنجد إن كمية التحرك اللي أنا ممكن نرمز لها بالرمز بي ال بتساوي كتلة في سرعة. طب لو انا كتبتها بالطريقه دي زي ما هكتبها بالطريقه دي، نركز مع بعض هنا، انا كتبت في يعني سرعه الالكترون، لكن انا عندي هنا سي دي سرعه الفوتون، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان سرعه الفوتون ثابته، اللي هي بتساوي سرعه الضوء 3 في 10 اس 8. المقصود هنا ان انا لما هطبق قانون بقاء كميه التحرك هنجد ان الفوتون ليه كمية تحرك قبل التصادم، وبعد التصادم كمية تحركه بتقل. مش هنقول لأن سرعته بتقل، لأن طاقته قلت، وبالتالي مجموع كميتات التحرك قبل التصادم للفوتون والإلكترون بيساوي مجموعهم بعد التصادم. وفي نفس الوقت قانون بقاء الطاقة برضو نقدر نطبقه على الإلكترون والفوتون. المقصود من كل ده إن القانونين دول يا جماعة ما يتطبقوش غير على الأجسام أو الجسيمات. يبقى انت قدرت تثبت بالدليل ان الفوتون الساقط على الالكترون، الالكترون كده كده جسيم، لكن الفوتون احنا عارفين ان هو كم
من الطاقة، فقدرنا نثبت من الكلام ده إن الفوتون اللي هو كم من الطاقة له خصائص جسيمية، لأنه بدأ تردده يقل، يعني طاقته بدأت تقل، يبقى أنت قدرت تحقق فيه قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة الذي لا يطبق إلا على الجسيمات. طب يبقى احنا لو اتكلمنا على الفوتون والإلكترون بعد التشتت ونركز، لأن الأسئلة هنا هي اللي بتبقى مرعبة شوية. ليه؟ لأن أنا ممكن لا قدر الله أغلط في التفتيق في التفسير أو في تركيز السؤال. لما نيجي نقول طاقة الفوتون بعد التشتت، الفوتون فقد جزء من طاقته واداها للإلكترون، يبقى أكيد طاقته قلت، ولكن الإلكترون طاقته هتزداد. طب أسألك السؤال الصريح والطبيعي، النسبة بين طاقة الفوتون قبل التشتت إلى طاقة الفوتون بعد التشتت، هتقول لي أكبر أو أقل أو تساوي واحد، صحيح؟ يبقى هنركز مع بعض إن الفوتون فقد جزء من طاقته يبقى طاقته قل. نفس الكلام كمية التحرك أو كمية الحركة اللي إحنا بنقول حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته، بنقول بالنسبة للفوتون كمية التحرك هتقل عشان طاقته قلت. طب كمية حركة الإلكترون لا هتزيد عشان كمية حركة الإلكترون هنا إحنا ممكن نقول عليها أو نعبر عنها بـ L بتساوي M في V، وبالتالي السرعة بتاعت الإلكترون زادت يبقى كمية التحرك هتزيد. طب بالنسبة للسرعة، نركز بقى، لأن سرعة الفوتون ثابتة ما بتتغيرش يا جماعة، سرعة الفوتون المفروض اللي هي C، فبالتالي سرعة الفوتون لا تتغير. يبقى أنا ممكن برضو أضحك عليك في سؤال ومعظمكم هيحلوا بإذن الله بسهولة، لما أجي أقول لك النسبة بين سرعة الفوتون قبل التصادم مع الإلكترون في ظاهرة كومبتون إلى سرعته بعد التصادم، المفروض إن أنت هتقول لي تظل ثابتة أو بتساوي الواحد، الصحيح. لكن بالنسبة لسرعة الإلكترون أكيد هتزداد بسبب زيادة طاقة حركة هذا الإلكترون. نيجي بقى نشوف الطول الموجي. بالنسبة للطول الموجي، أنت قلت من شوية إن طاقة الفوتون اللي المفروض إحنا عارفين إن هي بتساوي إيه يا جماعة؟ اتش في نيو. طب نركز كده، أنت قلت إن الطاقة بتاعة الفوتون اتش في نيو، واللي إحنا كنا كاتبينها قبل كده اتش في سي على لامدا. طب الطاقة قلت يبقى التردد قل، إذن الطول الموجي متوقع هنا ان الطول الموجة هيبقى بيزداد. تمام كده يا جماعة؟ يبقى هنا الطول الموجي بيزداد، لكن بالنسبة للإلكترون الطول الموجي بتاعه هيقل، وهنفهم يعني ايه الطول الموجي للإلكترون، لأن كمان شوية هنثبت ان الإلكترون اللي هو الجسيم ده ليه خواص موجية. ما انا مش عايز دماغك تتشقلب، احنا بنقول ان الفوتون اللي هو كم من الطاقة من خلال ظاهرة كومبتون دلوقتي أثبتت إن الفوتون له خواص جسيمية، يعني الفوتون اللي هو كم من الطاقة، كم من الطاقة له كتلة. تمام كده يا جماعة؟ وهنثبت العكس كمان شوية. طيب نيجي نأكد على المعلومة دي من خلال حاجة مهمة جدا اللي هي انشطار النواة لعدد لذرة من ذرات العناصر الثقيلة أدى إلى انفجار هائل نتيجة تحول جزء من الكتلة بتاع انشطار النواة إلى كم هائل من الطاقة. طب إزاي؟ ما أثر انشطار النواة يا جماعة؟ الفكرة كلها إن أينشتاين قدر يحط معادلة شهيرة جدا اللي إحنا عارفينها اللي ظهرت قدامنا دلوقتي، إيه بتساوي إم سي تربيع. أنا عايز أركز عشان أقول إن دلوقتي ممكن الكتلة تتحول لطاقة وممكن الطاقة تتحول لكتلة، لأن إحنا بنتكلم دلوقتي في نطاق الخاصية الجسيمية لكم من الطاقة اللي هو الفوتون، إحنا بنقول الفوتون له خواص جسيمية، فأينشتاين أثبت بالدليل أنه عند انشطار النواة يتحول جزء من كتلة النواة، الكتلة الصغيرة دي يتحول إلى كم هائل من الطاقة، والدليل القنبلة الذرية اللي فجرت مدينتين مثلاً من المدن الشهيرة في اليابان في الحرب العالمية الثانية. المقصود إن جزء الكتلة الصغير اتحول إلى كم هائلة من الطاقة. طب بالعقل، النواة كتلة صغيرة جدا، إزاي بتتحول لكم كبيرة من الطاقة؟ قال لي لأن الكتلة الصغيرة دي مضروبة في ثابت اللي هو مربع سرعة الضوء. طبعا أنت عارف إن سرعة الضوء 3 في 10 أس 8
فلما اجي اقول لك مربع سرعه الضوء هيبقى 9 ب 10 اس 16 مضروب في الكتله الصغيره نتيجه انشطار النواه دي، يبقى كده الناتج بتاعك هيكون كميه كبيره من الطاقه عشان الثابت بتاعك هو اللي كبير. يبقى ده دليل واضح على ان القانون بيقول قانون بقاء الكتله والطاقه، يعني ممكن جزء من الكتله يتحول الى طاقه والعكس صحيح، ممكن جزء من الطاقه يتحول الى كتله. وبالتالي انا اقدر دلوقتي اقول لك من خواص الفوتون اللي هو كمه الطاقه، الطاقه بتاعته بتتعين من العلاقه اتش في نيو، وممكن نقول ام في سي تربيع من معادله اينشتاين الشهيره. ولكن لو حبينا نحسب كتله الفوتون هنجد ان الكتله اللي هي ام ممكن اقسم اي على سي تربيع اللي هي اتش في نيو على سي تربيع، وممكن ابدا اعوض بطريقه معينه الاقي ان الكتله بتساوي اتش على لامدا في سي. وممكن اقول من خواص الفوتون برضو ان كميه تحركه عباره عن الكتله في السرعه او الطاقه على السرعه اتش في نيو على سي، وممكن في النهايه اخليها اتش على لامدا. نخلي بالنا من القوانين دي ونحاول نركز فيها ونستنتجها بايدينا عشان ما ننساهاش يا جماعه، لان دي خصائص الفوتون ومهم جدا ابقى انا عارفها. يبقى انا كده اتكلمت معاك على الفوتون وازاي اثبتنا من خلال ظاهره كومبتون انه ليه خواص جسيميه، يعني ليه كتله اثناء الحركه. تمام، وركز في الكلام، ليه كتله اثناء ايه الحركه. طب نبدا نركز، هو لو الفوتون نتيجه اصطدامه بالالكترون، هل القوة التي يؤثر بها الفوتون على الإلكترون قوة هائلة ولا قوة صغيرة؟ طب ما تيجي نحسب مقدار القوة التي يؤثر بها الفوتون من أشعة إكس أو أشعة جاما لما اصطدم بإلكترون حر، يا ترى هل القوة دي هتبقى كبيرة ولا صغيرة؟ تعال نحسبها من خلال الاستنتاج البسيط. المفروض إنه عند سقوط شعاع ضوئي تردده نيو على سطح ما ثم انعكس منه، يبقى انا هفترض معاك ان في فوتون سقط على سطح ثم انعكس، يا ترى كمية حركة الفوتون الساقط هتبقى ام في سي كتلة في سرعة. طب كمية تحركه بعد الاصطدام او بعد الانعكاس هتبقى سالب ام سي لانه هيبقى مرتد، فبحط الاشارة لايه؟ السالب. طيب لو افترضت معاك ان ده مش فوتون واحد، ده عدد من الفوتونات بيتساقط، يبقى معدل تساقط الفوتونات على السطح فاي ال. يعني ايه معدل يا جماعة؟ طبعا انت فاهم ان كلمة معدل معناه ان انت بتقسم على زمن، يبقى وكأن الفاي ال اللي انا بكلمك عنها دي عدد الفوتونات الساقطة خلال زمن مقداره قد ايه؟ 1 ثانية. فاحنا هنقول كده معدل تساقط الفوتونات اللي هو ان على دلتا تي بيساوي فاي ال، يبقى وكأن الفاي ال دلوقتي ده معدل تساقط الفوتونات. طب من قانون نيوتن الثاني اللي انت درسته في اولى ثانوي المفروض ان انت فاهم حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ القوة التي يؤثر بها شعاع الفوتونات او القوة التي يؤثر بها اي جسم بتساوي ايه؟ بتساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. ده كده مقدار القوة، ده كده قانون نيوتن الثاني يا جماعة. فاحنا بنقول ايه؟ القوة اللي هيأثر بيها الفوتونات هتساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. طب ما تيجي نعوض بالمعلومه بتاعتنا دي، كلمه تغير ما تنساش المفروض ان هي طرح، يبقى انا هطرح الكميه دي من الكميه دي، يبقى لما اقول لك ام سي ناقص الناقص ام سي هيطلع لي 2 ام سي، والدلتا تي اللي هي المعدل الزمني لتساقط الفوتونات انا عوضت بيها بفاي ال، يبقى وكأن القوه اف بتساوي 2 ام سي في فاي ال. تمام؟ طيب تعال نبص مع بعض بعد كده، لو شلنا الام من مكانها يا جماعه على اعتبار ان انت معاك قيمه الام قبل كده، هتجد ان الام ممكن تتشال وتبقى اتش في نيو على سي تربيع. ازاي؟ تعالى واحده واحده وانا اقول لك كده. المفروض ان انت عشان ما تسرحش قوي انا هشيل الام، الاثنين هتنزل زي ما هي والفاي ال زي ما هي. طب الام اللي عندك انت كنت من شويه بتقول لي ان الام بتساوي اي على سي تربيع، يعني اتش في نيو على سي تربيع ومضروبه في سي، فانت بتطير السي مع السي، يبقى اللي واضح قدامي ان انا ممكن احط الام اتش في نيو على سي، وده اللي حصل، اتش في نيو على سي تمام مضروبه في فاي ال. هكمل معاك،
هنجد ان الاتش في نيو دي طاقه، والفاي ال ده زمن بس في المقام، لان احنا قلنا ده معدل تساقط الفوتونات. طب ما انت واخد من الفص الاول كهربيه ان الطاقه خلال وحده الزمن اتش في نيو فاي ال يعني ممكن يتعوض عنها بباور، يبقى 2 على سي في اتش في نيو فاي ال، ده اللي هو يعتبر القدره التي يؤثر بها الفوتون. يبقى قدره الفوتون الساقط بي دبليو هضربها في 2 واقسم على سرعه الضوء هتديني القوه. طب واضح ان القوه هتبقى صغيره جدا يا جماعه. طب ليه؟ لان سرعه الضوء كبيره جدا 3 في 10 اس 8 وهي في المقام، فلما تبقى السرعه عاليه جدا القوه هتكون النتيجه دي هتكون قليله. عشان كده لو في فوتون سقط عليا او اصطدم بجسمي انا مش هنقدر نشعر بتاثيره لان القوه بتاعته هتكون صغيره. لكن اذا اصطدم هذا الفوتون بالكترون كتلته صغيره يا جماعه 9 و1 في 10 سالب 31 كيلو جرام، اكيد هياثر عليه ويسبب له تشتت ويكسبه كم من الطاقه ويحصل التغير اللي احنا شفناه مع بعض. طيب ده بالنسبه للجزء اللي احنا شغالين فيه. لما نيجي ناخد مثال بقى او اسئله على الجزء اللي احنا شرحناه، يقول لي مثلا اذا اصطدم فوتون اشعه اكس طول الموجي 3 انجستروم. طبعا قصه الانجستروم دي يا جماعه دي وحده قياس اطوال بتتحول، ان انت لو عايز تحولها للمتر كنظام دولي بتضرب في 10 اس سالب 10. طبعا قصتها بسرعه كده لان زي ما احنا اتعلمنا لازم نقول لكم الانجستروم ده وحده قياس اطوال يا جماعه يعتبر مشير الى قطر ذره الهيدروجين، حيث ان قطر ذره الهيدروجين 1 في 10 اس سالب 10 من المتر. فالعلماء اتخذوه كمقياس لوحده قياس الاطوال الصغيره فراحوا معبرين عنه بالانجستروم. يبقى 3 انجستروم معناه 3 في 10 اس سالب 10، والدايره اللي فوق دي مش درجه زي ما احنا متعودين بنقول 60 درجه او 30 درجه، لا الدايره اللي فوق دي رمز لذره الهيدروجين اللي هي اصغر الذرات المعروفه. المهم ان انا عندي فوتون دلوقتي من اشعه اكس طول الموجي 3 انجستروم، اقدر من خلال ال 3 انجستروم دي يا جماعه اجيب طاقه الفوتون وهو رايح يسقط عشان يصطدم بالالكترون. تمام؟ طب الالكترون كان ايه؟ ساكن وبدا الالكترون يتحرك بهذه الطاقه. يبقى معنى كده ان الالكترون في الاول كان طاقته بتساوي صفر لانه في حاله سكون، فاكتسب هذا الكم من الطاقه. يبقى معنى كده ان الفوتون اللي كان طول الموجي 3 انجستروم فقد جزء من طاقته، الطاقه المفقوده دي حركت الالكترون بهذه الطاقه اللي هي 1.1 من 10 في 10 اس سالب 16. طب ايه المطلوب مني؟ بيقول لي الطاقه اللي متبقيه مع الفوتون يا ترى هيبقى طولها الموجي كام؟ يبقى انا بالعقل هبدا ابص، حتى لو هو مديني اختيارات هقول له والله الطاقه الفوتون الساقط من الاول اتش في سي على لامدا، ولامدا هنا اللي احنا قلنا 3 انجستروم يعني 3 في 10 اس سالب 10، واتش في سي دي ثوابت، ثابت بلانك في سرعه الضوء هيديني كده الطاقه التي يتحرك بها الفوتون قبل اصطدامه بالالكترون. طيب بعد كده هطرح الطاقه دي من طاقه الالكترون اللي متحرك حالا يديني الطاقه بتاعه الفوتون المشتت. يبقى وكأن بالظبط كده يا جماعه بالراحه كده هنقول اهو عشان نفهم القصه اللي حصلت بالظبط، الفوتون اللي كان بيسقط الطاقة بتاعته زي ما حسبناها من شوية اللي هي دي 6.26 أو 625 في 10 أس سالب 16، ده كده الفوتون. لما جه يصطدم بالإلكترون الإلكترون كان ساكن، فبدأ الإلكترون يشتت بطاقة مقدارها 1.1 في 10 أس سالب 16. طب يا ترى بقى الفوتون اللي بعد ما اصطدم بالالكترون الطاقه بتاعته كام؟ قال لي 5.525 في 10 اس سالب 16. شايفين الطاقه دي؟ دي طاقه الفوتون المشتت دلوقتي. انا عايز احسب طول الموجي، فبعمل ايه؟ بقول له من العلاقه لامدا بتساوي اتش في سي برضو، بس على ايه بقى المره دي؟ بدلنا اماكن عشان احسب الطول الموجي. طلعت الاي فوق، نزلت الاي تحت وطلعت الطول الموجي فوق وبدات احسب. هنجد هنا يا جماعه ونركز بقى ان
الطول الموجي 3 و59 من 100، يعني وكأنه 3 و6 من 10. ف10 اس سالب 10 يبقى وكأنك بتقول 3 و6 من 10 انجستروم، لان احنا قلنا ال 10 اس سالب 10 متر معناها بتساوي 1 انجستروم. طيب وممكن اتفضل مستر يا عبد، حاج اتفضل. ممكن برضو يا ابناء على نفس المثال ده نحط لنفسنا امثله كتير قوي. يعني ممكن الفوتون المشتت اللي طاقته 5 و5 في 10 اس سالب 10 ممكن سالب 6 ممكن يصطدم بالكترون تاني، فيسالني بعد كده النسبه بين الطاقه هنا والطاقه هنا، فالفوتون التاني ده هيصطدم هيفقد جزء من طاقته يبقى هيقل، بس في الاخر ان مجموع الطاقتين الفوتون المشتت والالكترون المشتت بيساوي المجموع الطاقه الاساسيه اللي ساقطه عندنا. يعني ممكن نعمل هنا ايه تتبع للفوتون تاني، يعني الفوتون ممكن يعمل تصادم تاني طالما لسه عنده طاقه، يعمل تصادم بالالكترون تاني ويديني فوتون مشتت. طبعا طاقه الفوتون المشتت هتبقى اقل من الخمسه وخمسه في 10 اس سالب 6 وهيصطدم بالكترون وهكذا. عشان دي موضع سؤال، يعني ممكن جيت في ازهر قبل كده ان هو ايه الفوتون اصطدم بالكترون وبعدين الفوتون المشتت اصطدم بالكترون تاني، فان مجموع طاقتي اخر طاقتين هيساوي الطاقه الاولانيه طبعا، اللي هي لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، ومجموع الطاقه قبل التصادم هتساوي مجموع الطاقه بعد التصادم. تمام يا مستر. تمام، نشوف سؤال تاني اللي احنا بنقول عليه، هل القوة التي يؤثر بها الفوتون كبيرة ولا صغيرة؟ طب تعال ناخد المثال ده الأول، بيقول لي محطة إذاعة قدرتها 80 كيلو وات تبث على موجة ترددها أو تبث على موجة ترددها 90 ميجا هرتز. نخلي بالنا لأن هنا في التحويلات الكيلو هيضرب في 10 أس 3 عشان أكنك ضربت في 1000 يعني، والميجا هنا هنبقى ضاربين في 10 اس 6 عشان نحسب تردد الموجه. طبعا انا عايز احسب طاقه الفوتون المنبعث من المحطه، لان دي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه منبعثه من المحطه الاذاعيه، فبالتالي لما اجي احسب الطاقه هقول له اي بتساوي اتش في نيو. طيب اتش عندي ده ثابت والنيو اللي هو 90 ميجا هرتز، يبقى انا كده حسبت طاقه الفوتون الواحد. ماشي يا جماعه، طاقه الفوتون الواحد طبعا 90 مضروبه في 10 اس 6 عشان تحول الميجا. طب لما يجي يقول لي احسب عدد الفوتونات المنبعثه في الثانيه الواحده، لو انت هتبقى مركز هنا كنا واحنا بنثبت مقدار القوه التي يؤثر بها الفوتون على سطح، كنا جينا وحسبنا في الاخر اف بتساوي عشان بس ما تسرحش 2 على سي، وكان هنا اتش في نيو في مين؟ في فاي ال. لما شلنا دول يا جماعه اتش في نيو في فاي ال حطينا مكانهم الباور. طب انا عايز اركز، انا عايز اربط دلوقتي لان من وسط الاثبات طلعنا قانون اثبتنا دلوقتي ان الباور بتساوي اتش في نيو اللي هي تعتبر اي مضروبه في مين؟ في فاي ال. طب انت عشان تحسب الفاي ال هتجيب الاي دي في المقام، يبقى القانون هيظهر قدامي بالمنظر ده، الباور بتساوي اتش في نيو في فاي ال، او الفاي ال لو انت عايز تحسبها هتبقى الباور بتاعك اللي هو 80 والكيلو ب 10 اس 3 على الاتش في نيو اللي هو الطاقه اللي انت كنت جايبها، فيطلع معاك عدد الفوتونات بالتقريب 1.34 من 100 في 10 اس 30 فوتون لكل ثانيه. ده بالنسبه لمساله من المسائل، واللي خليت بالك منها لو انت ركزت قوي هتجد ان القانون اللي طالع معاك طالع من وسط الاثبات اللي كنت بتثبت ان القوه المؤثره على اي جسم من خلال الفوتون بتساوي 2 باور على سي. طيب نشوف حته تانيه كده، لو حبينا نقارن بقى دلوقتي ما بين الفوتون والالكترون، طب ليه هنقارن ما بينهم؟ لان الفوتون يا جماعه عباره عن كمه من الطاقه. تمام، معلش هو ممكن يبقى في بس لخبطه هنا بسيطه، لان احنا ممكن نعكس الكلام يا جماعة، معلش احنا ممكن قبل ما نعمل اي حاجة قبل ما نبدأ نعكس، هنشطب على كلمة الفوتون دي ونكتب مكانها الالكترون، وهنشطب على الالكترون ده كده ونكتب مكانه مين؟ الفوتون. لو حبينا نقارن ما بين الفوتون والالكترون هنجد ان الفوتون كم محدد من الطاقة غير مشحون، لكن بالنسبة للالكترون ده جسيم مادي شحنته سالبة. طيب كتلة الإلكترون
أثناء الحركة أو أثناء السكون ثابتة 9.1 من 10 في 10 سالب 31 من الكيلوجرام، لكن بالنسبة للفوتون له كتلة أثناء الحركة. إذا لما أجي أقول لك كتلة سكون الفوتون هتقول لي كتلة سكون الفوتون بتساوي صفر. يا جماعة كتلة سكون الفوتون بتساوي صفر، فأنا هاجي أقول لك اختر الإجابة الصحيحة. هل كتلة سكون الفوتون أو كتلة الفوتون قبل اصطدامه بالإلكترون وبعد اصطدامه بالإلكترون أو بعد سكونه، وأبدأ ألعب معاك بلعبة النسبة ما بين حاجتين. أنت لازم تبقى واثق إن كتلة السكون بتساوي صفر يا جماعة، له كتلة أثناء الحركة فقط اللي إحنا زي ما قلنا ممكن نعينها من العلاقة على أبسط الأحوال إم بتساوي إي على سي تربيع من معادلة أينشتاين، أو إم بتساوي إتش على سي في لامدا، تمام؟ يبقى دي كتلة الفوتون أثناء حركته فقط، لكن كتلة سكونه بتساوي صفر. طب نشوف إمكانية تعجيل كل من الإلكترون والفوتون. قال لي الإلكترون يتأثر بالمجال ويمكن تعجيله، يعني بمعنى أصح لو أنت أثرت بفرق جهد على الإلكترون فإنه يكتسب سرعة تعمل على زيادة طاقة حركته، زي ما كنا واخدين من العلاقة كل ما هتزود فرق الجهد بين الكاثود والأنود هتبدأ سرعة الإلكترون ده تزيد، يبقى يمكن للإلكترون أن يعجل، يعني يمكن سرعته أن تزداد، لكن بالنسبة للفوتون لا يتأثر ولا يمكن تعجيله لأن سرعته ثابتة، وبالتالي لا يمكن تعجيله، لا يعني لا يمكن إكسابه أي نوع من أنواع السرعة. طب طاقة الإلكترون زي ما قلنا طاقة غير محددة لأنها معتمدة على فرق الجهد بين الإيه؟ الكاثود والأنود، أو تعتمد على إنك تقدر تزود سرعته دي، فبالتالي الطاقة بتاعته غير محدودة. أما بالنسبة للفوتون الطاقة بتاعته محدودة متوقفة على تردده اللي هو بيساوي اتش في ايه؟ في نيو. طيب تعال بقى نقارن ما بين حاجتين مهمين جدا للفوتون او خواص الفوتون من وجهة النظر اللي يبقى هم احنا اتفضل ازاي؟ اتفضل. عايزين بقى نوصل لابنائنا الطلبه ان المعلومه المهمه جدا اللي احنا طلعنا بيها من الشرايح السابقه اللي المستر عبده تفضل وقالها لنا. احنا السنه اللي فاتت كنا بنقول ان الفوتون موجه، السنه دي اثبتنا ان الفوتون موجه وجسيم، السنين اللي فاتت كنا اثبتنا ان الالكترون جسيم، دلوقتي اثبتنا ان الالكترون جسيم وموجه. يبقى الاستفادة اللي احنا هنستفيدها من هنا من الدرس بتاعنا النهاردة او الجديد ان احنا اثبتنا ان الفوتون له موجة وجسيم وان الالكترون جسيم وموجة. طب هنستفيد ايه بعد كده من ان الجسيم موجة؟ ان الطول الموجي لحركة الالكترون هيكون طول موجي قصير جدا 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 جدا، ممكن نستخدمه في الميكروسكوب وفي تصوير الأجسام الدقيقة جدا اللي هتنفعنا طبعا في حياتنا وبتنفعنا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. اتفضل يا مستر عبده. يعني لما نقول زي ما مستر أيمن تفضل كده الخاصية الجسيمية للفوتون، الفوتون ده اللي هو كم من الطاقة، احنا عايزين دلوقتي نقول الخاصية الجسيمية بتاعته، يبقى ده بنطبق امتى الكلام ده؟ بنطبقه إذا اعترض عائق في حجم الذرة أو الإلكترون طريق الفوتونات. كمثال أنت بتدرس الفوتون منفرد، وزي ما قلنا في البداية خالص بتاعة الفصل ده إن الفوتونات اللي أنت بتشوفها هي مجموعة من الحزم، بلايين من الفوتونات، يعني برغم إن العين تقدر تميز فوتون واحد يا جماعة إلا إنك يستحيل الحصول على فوتون واحد عمليا، فبالتالي إحنا بندرس الفوتون وكأنه كرة نص قطرها بيساوي الطول الموجي بتاعها. فأنت مثلا لو أنت عندك أشعة إكس، لو أنت فاكر في الطيف الكهرومغناطيسي أشعة إكس أو الأشعة السينية بمعنى أصح التردد بتاعها عالي جدا فطولها الموجي صغير، يبقى إحنا بنعتبر إن أشعة إكس عبارة عن كرة الفوتون بتاعها عبارة عن كرة طول الموجي قصير، فبالتالي نص قطرها صغير جدا، فبنبدأ نتعامل معاها على إنها تستطيع اختراق الأجسام، وده كان من ضمن الخواص اللي أنت لازم تكون عارفها وكده كده هتدرسها بالتفصيل في الفصل الجاي. بنقول الأشعة السينية يا جماعة تستطيع اختراق الأجسام أو النفاذ من خلال المسافات البينية على اعتبار إن هي كرة صغيرة طولها الموجي صغير،
فبالتالي هي كرة نص قطرها صغير فتقدر تعدي من خلال الأجسام. ده احنا بنسميه النموذج الميكروسكوبي او الخاصيه الجسيميه للايه؟ للفوتون. لكن الخاصيه الموجيه للفوتون اللي الاستاذ ايمن قال عليها دلوقتي اللي احنا درسناها السنه اللي فاتت، ان الفوتون بنتعامل معاه على انه ضوء يسقط على الجسم فينعكس منه، يعني بمعنى اصح الكره هنا تعتبر وكانها كره كبيره مش هتقدر تخترق الاجسام، فبنعتبر فوتونات الضوء مش اشعه اكس بقى، فوتونات الضوء المرئي عباره عن كرات طولها الموجي كبير، فبالتالي نص قطرها هيبقى كبير، ففوتونات الضوء تتعامل مع السطح على انه سطح متصل مش سطح فيه مسافات بينيه، بمعنى ان انا كضوء دلوقتي لو هسقط على السطح هبدا انعكس او هرتد منه. فاحنا هنا وكاننا بندرس فوتونات الموجات الكهرومغناطيسيه اللي احنا ضمنيا بينا وبين بعض هنقول عليها فوتونات الضوء، بنتعامل معاها من خلال نموذج اسمه النموذج الماكروسكوبي، ان احنا بنتعامل معاها كحزمه لها مجال مغناطيسي ومجال كهربي متعامدان، وتعمل على ان هي بتتعامل مع السطح على انه سطح متصل. تمام؟ بكده اقدر اقول لك احنا انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده.